قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل. بدأت الجولة بتفقد الوزير لمركز خدمة العملاء بالهيئة وشبابيك خدمات التراخيص والسجل وخدمات الأراضي، حيث التقى عددا من المستثمرين للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الهيئة والتعرف على أي مشكلات تواجههم لحلها فوراً. شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية مع المحافظين ونوابهم لاستعراض خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري لخطة المحافظات للعام المالي 2024-2025. وخلال الاجتماع أشارت الوزيرة إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال 10 سنوات بين الفترة من 2014 وحتى 2015 حتى العام المالي 2024 وحتى عام 2025. قام وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بزيارة تفقدية لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيميائية بمحافظة السويس لمتابعة سير العمل بالمصانع وعمليات الإنتاج ومراحله المختلفة. خلال الجولة أكد الوزير أن صناعة الأسمدة من أهم الصناعات الضرورية والواعدة لما تحققه من عائد إيجابي على الاقتصاد القومي ودورها الحيوي في العملية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. التقى وزير التموين شريف فاروق بوكلاء وزارة التموين مدير المديريات التموينية على مستوى الجمهورية. وخلال الاجتماع شدد وزير التموين على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف وتجديد الرقابة التموينية والتجارية اليومية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة ومخازن الجملة لتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية. في أسواق البترول العالمية هبطت أسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها منذ منتصف يونيو مع تجدد الآمال في التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما أدى ارتفاع الدولار لزيادة الضغط على الأسعار. وانخفض سعر خام برنت 2.9% ليسجل 82 دولارا و63 سنتا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% لتسجل 80 دولارا و13 سنتا للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.64% لتسجل $2.43 سنتا للتر. في المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.14% لتسجل $2.13 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام من روسيا وهي أكبر مورد لها ارتفع في النصف الأول من هذا العام 5%. وأظهرت البيانات تراجع الشحنات التي تلقتها الصين من السعودية في يونيو على أساس سنوي بنسبة 14% إلى 6 ملايين و820 ألف طن.